الماء مكون رئيسي ما بيقدر أي جسم يعيش بدونه، خصوصا بالفترات المترافقة مع أجواء معتدلة وحارة. لهيك الباحثين بيقولوا أنه في فترات لازم نكثر فيها شرب الماء لنحافظ على بناء الأنسجة والألياف بالجسم. شو قال الباحثين؟ رح نتعرف أكثر. الماء مكون أساسي ليتمتع الجسم بصحة وطاقة جيدة، فهل عم تحصل على ما يكفيك منه؟ ممكن تساعدك الإرشادات بمعرفة الجواب. على مدار سنوات طويلة أجريت دراسات توصيات متباينة، ولكن الاحتياجات الفردية من المياه تعتمد على العديد من العوامل، منها الصحة ومدى النشاط والمكان اللي عم نعيش فيه، فهذا الشيء مانو تركيبة واحدة بتتناسب مع الجميع. ورغم هيك، معرفة المزيد عن احتياجات جسمك من السوائل من شأنه أنه يساعدك بتقييم كمية الماء اللي بتعين عليك شربها كل يوم. فالماء هو المكون الكيميائي الرئيسي لجسمك، وبيشكل ما بين 50-70% من الوزن، لهيك بيحتاج الجسم للماء كرمال يبقى على قيد الحياة. فكل خلية ونسيج وعضو بالجسم بيحتاج للماء كرمال يؤدي وظائفه على النحو الصحيح. فعلى سبيل المثال، من فوائد الماء التخلص من النفايات عن طريق التبول والتعرق والحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية، بالإضافة لحماية الأنسجة الحساسة. يمكن أنه يؤدي نقص الماء للجفاف، وبهالحالة بيحدث لما ما بيحتوي الجسم على الشيء اللي بيكفيه من المياه للقيام بالوظائف الطبيعية. حتى الجفاف الخفيف ممكن أنه يستنزف الطاقة ويخلينا نشعر بالتعب. لهيك الدراسات أعطتنا المقدار المائي اللي بيحتاجه الشخص كل يوم، وقالت بيفقد الإنسان يوميا الماء عبر التنفس والتعرق والتبول، وليتمكن الجسم من أداء وظائفه على النحو السليم لابد من إعادة محتوى من الماء عن طريق تناول مشروبات وأطعمة بتحتوي على فيتامينات وأملاح ومياه. لهيك بعد دراسة وأبحاث كتير من الاختصاصيين والعلماء بهالمجال قالوا أنه هالتوصيات تشمل جميع السوائل كالماء وغيره من المشروبات والأطعمة، فبتكون نسبة 20% تقريبا من كمية السوائل عادة بالطعام والباقي من المشروبات. ولكن في نصيحة جوهرية، وهي شرب 8 أكواب من المياه في اليوم. يمكن أغلبنا سمع هالنصيحة، ولكن هل هو هدف معقول ولازم نتذكره دائما؟ دراسات قالت أنه بيستطيع أغلب الأصحاء الحفاظ على رطوبة أجسامهم بشربهم من الماء وغيرهم من السوائل كلما شعروا بالعطش. والطرف الثاني من الأشخاص ممكن يكون عم يشرب أقل من 8 أكواب باليوم، وممكن يكون كمان مناسب لصحته بكتير. لهيك هالنصيحة ما أنا مقياس لكل الأشخاص، وإنما في أشخاص ممكن يشربوا أكثر أو أقل من 8 أكواب، وغيرهم ممكن يحتاج لشرب المزيد.